أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي أن نجاح المنظومة الأمنية في دولة الإمارات والنموذج المتطور الذي توفره في بسط الأمن والأمان على سائر أنحائها هو نتاج تضافر جهود مخلصة وعمل دؤوب يترجم رؤية القيادة الرشيدة ويوفر للمجتمع البيئة الآمنة التي تمكنه من الحفاظ على مكتسباته وتأكيد قدرته على التقدم والازدهار. وأثنى سموه على جهود شرطة دبي وما تقدمه من مبادرات وما تقوم على تنفيذه من مشاريع نوعية هدفها خدمة المجتمع. جاء ذلك خلال زيارة سمو ولي عهد دبي إلى مقر نادي ضباط شرطة دبي، حيث كان في استقبال سموه معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي ومساعدوه وعدد من كبار الضباط ومديري الإدارات العامة في القيادة العامة. وتفقد سموه خلال الزيارة المرافق التابعة للنادي، حيث تعرف على أحدث التجهيزات والممكنات التي يوفرها النادي. واستمع سموه من معالي القائد العام ومساعديه إلى شرح حول أبرز النتائج التي حققتها شرطة دبي في مجال تعزيز الأمن والأمان في إمارة دبي والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة والحد منها. وتابع سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم خلال الزيارة جانبا من العروض الخاصة بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات وأبرز إنجازات وإحصائيات الإدارة، حيث تمكنت من ضبط ما نسبته 49.6% من المتهمين المتورطين في قضايا المواد المخدرة والمؤثرات العقلية على مستوى الدولة في الربع الثاني من العام الجاري 2023. وتعرف سموه على إنجازات مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات خلال الربع الثاني من العام الجاري، إذ بلغ إجمالي المستفيدين من 71 برنامجا طلابيا ومجتمعيا و28 ألفا من الطلبة والطالبات من 20 جنسية مختلفة. واستمع سمو ولي عهد دبي إلى شرح حول مشروع عيون، وهو نظام متقدم يتم من خلاله استخدام المراقبة بالكاميرات ذات التقنيات الذكية ضمن منظومة أمنية متكاملة. كما اطلع سموه على مبادرة نسيج، وهي إحدى المبادرات النوعية التي تنفذها شرطة دبي بهدف التصدي الاستباق للسلوكيات السلبية للطلاب. وخلال زيارة مقر نادي ضباط شرطة دبي التقى سمو ولي عهد دبي بالملازم شم البفلاسة والملازم دان الصوري من شرطة دبي، حيث أثنى سموه على تميزهما وتخرجهما بتفوق في برنامج إعداد الضباط بأكاديمية شرطة نيويورك كأول العناصر من الشرطة النسائية من دولة الإمارات التي تجتاز هذا التدريب النوعي من خارج الولايات المتحدة، وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة على تمكين المرأة الإماراتية. وفي نهاية الزيارة تقدم معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي على دعم سموه المستمر لشرطة دبي وتوجيهاته السديدة.